فعلا في حاجة بقى بين الجيلين، يعني حضرتك عاصرتي جيلين، جسدتي أدوار في طبعا جيلين من الفن، إيه الفرق طبعا بين الجيلين؟ لأن بجد يعني الإنسانيات والحاجات الجميلة دي تقريبا إحنا مفتقدينها دلوقتي. بصي، مش هنقدر نقول مفتقدين، كل حاجة موجودة على فكرة، الحب موجود والإنسانيات موجودة بس لا مش زي وكل حاجة موجودة، بس هو كل عصر وليه أدواته وليه حياته. الحب موجود، والفرق الفرق إن زمان كنا كل حاجة بنعملها بتأني قوي، دلوقتي بقى كل حاجة عصر السرعة، بسرعة عصر السرعة. حقيقي يعني. لكن في موجودين فنانين شباب وصغيرين، الأجيال دي مجتهدين جدا ومخلصين جدا وعندهم إنسانيات، عشان كده بيبقوا نجوم. يعني مصر دايما بتفرغ ولادة، ناس مصر وبتورث ولادة ناس بالظبط. بيطلعوا، اللي كويس واللي بيجتهد واللي بيحب الشغلانة وعنده، اللي بينجح لازم يكون عنده إنسانيات عالية جدا في شغلتنا دي. فإذا موجود الحب وموجود، يعني مفيش فرق، اللي بيوصلوا وبيستمروا هيكون فيه، بس هي ايه يعني شويه تيك اواي، شويه سريعه شويه شوية الموضوع، يعني مش مسبكه يعني، الاكل كله مسلوق دلوقتي شويه يعني. للأسف.